أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله إن مملكة البحرين تشهد مشاركة متنامية للمرأة في كافة مواقع العمل وتسجل أرقاما مرتفعة في المناصب القيادية التنفيذية، وهو ما ينسجم مع خبرتها العريقة في تنمية مجتمعها والنهوض بتنميته. جاء ذلك خلال كلمة لصاحبة السمو إذانا بإطلاق أعمال المؤتمر الدولي حول دور المشاركة السياسية للمرأة في تحقيق العدالة التنموية، تجارب عملية وتطلعات مستقبلية، والذي ينظمه المجلس الأعلى للمرأة تحت رعاية سموها يومي 14 و15 من نوفمبر بمشاركة جمع رفيع من القادة والبرلمانيين والمسؤولين والخبراء والأكاديميين من داخل البحرين وخارجها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، يأتي موضوع المؤتمر الذي نسعد اليوم باستضافته بمشاركة دولية رفيعة المستوى في توقيت منسجم مع ما تشهده مملكة البحرين من استعدادات للانتخابات التشريعية والبلدية التي ستعلن نتائجها الأولية بعد 10 أيام، ونشهد للمرأة البحرينية إقبالاً متزايداً فيها، ومنسجماً مع مرور أكثر من 16 عام منذ استكمالها لحقوقها السياسية التي بدأت بعض مظاهرها في بداية الثلاثينات من القرن الماضي حين منحت حق التصويت في الانتخابات البلدية حينذاك. ولعلي لازلت أتذكر وباعتزاز كبير تلك الحوارات واللقاءات الكثيرة التي جمعتنا بنساء البحرين في مختلف مناطقها تحضيراً لانتخابات 2002، وما حملنا من أمل وتطلع وحماسة تحضيراً لمرحلة عمل جديدة تمارس فيها حقوقها كمواطن كامل الأهلية وجدير بالشراكة في التنمية الوطنية. ولقد شهدت مسيرتنا الوطنية حضوراً نسائياً مبكراً نفخر به ونؤكد على مساهمته في تشكيل الهوية البحرينية المعروفة بتقديرها للعلم والمعرفة، واحتراماً لقيم العمل وحرصها على التعايش السلمي والتزامها بالمبادئ والقيم الإنسانية لعالم حر وآمن. سيدات والسادة، بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذل على المستوى الدولي لرفع مستويات مشاركة المرأة في الحياة السياسية على مدى السنوات الماضية، إلا أن الأرقام والإحصائيات المعبرة عن مشاركة المرأة وتمثيلها لمجتمعها تمثيلاً مناسباً في المناصب والمواقع السياسية لا زالت غير متسقة مع حجم تلك الجهود ولا مع ما تحققه المرأة على الصعيد التنموي المحلي، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار حجم ما يتم استثماره لرفع تنافسية المرأة كجزء لا يتجزأ من قوة العمل الوطنية إن أردنا مندوداً منطقياً لذلك الاستثمار، وهو ما يجعلنا نتوقف قليلاً لتقييم جهودنا وللبحث عن فرص تحسين جديدة للبناء على ما تم إنجازه. واسمحوا لي بهذه المناسبة أن أطرح عدداً من التساؤلات والخواطر التي أتطلع إلى أن يكون هذا المؤتمر خير فرصة للإجابة عليها. أولاً، هل تمكنت الجهود العالمية من تقليص الفجوة بين النصوص الدستورية والقانونية التي رسخت حقوق المرأة السياسية وبين الثقافات والأعراف لتمارس تلك الحقوق بشكل واقعي وصولاً لعدالة
التمتع بالفرص والإسهام المؤثر في استدامة التنمية والتنافسية. إلى أي مدى نجحت التنشئة الأسرية والمناهج التعليمية وبرامج مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والأحزاب السياسية والرسائل الإعلامية ومنابر الفكر والرأي في تطوير القناعات المجتمعية وبناء الثقافة السياسية المساندة لمشاركة المرأة بصورة طبيعية وسلسة في مواقع صنع القرار؟ ثالثاً، لماذا تحولت التدابير المؤقتة التي اتخذتها العديد من الدول كوسيلة لحصول المرأة على التمثيل المناسب على الصعيد السياسي إلى تدابير دائمة؟ أليس في ذلك مصادرة لخيار الناخب وإخلال بقاعدة إتاحة الفرصة المتساوية في المشاركة السياسية؟ رابعاً، هل وصول المرأة للمجالس التمثيلية مرتبط فقط بخدمة قضايا المرأة والأسرة أم قضايا المجتمع ككل؟ وكيف نضمن التوازن لدى المرأة والرجل على حد سواء في تبني تلك القضايا ضمن مساعيهم في تمثيل ناخبيهم؟ وأخيراً، لماذا يتم التركيز على شكل واحد من أشكال المشاركة السياسية عند الحديث عن مساهمة المرأة وهو وصولها لموقع سياسي، وإهمال غيرها من المساهمات كتدرجها في المناصب القيادية في مجالات العمل الأخرى أو حتى ممارستها لحقها السياسي كناخبة؟ الحضور الكريم، لقد كان المجلس الأعلى للمرأة جهوداً متواصلة في مجال رسم السياسة العامة واستكمال الأطر التشريعية ومتابعة تنفيذ الخطط النوعية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الجنسين على الصعيد الوطني. كما كان للإرادة السياسية دور كبير في تبني مؤسسات الدولة لبرامج عمل المجلس الذي وضع توجهات خطة وطنية شاملة استطاعت أن تسهم في انتقال مملكة البحرين من مرحلة اتسمت بالتركيز على تمكين المرأة ورعايتها وتأهيلها إلى مرحلة تكون المرأة فيها من يساهم ويبادر بتمكين ذاتها وصناعة قراراتها لتصل اليوم إلى مرحلة أكثر تقدماً تساهم المرأة بدورها في تمكين مجتمعها والارتقاء به. ويحدون الفخر بأن نتمكن في المجلس وخلال أقل من 10 أعوام من الانتهاء من وضع نموذج وطني يعمل على حوكمة تطبيقات إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتحقيق التوازن بين الجنسين. تتشارك في تفعيل كافة سلطات ومؤسسات الدولة الرسمية والخاصة والأهلية، ووصولاً لذلك قمنا بإدارة فريق عمل وطني تم تشكيله بأمر ملكي بمتابعة الخطط الكفيلة باستكمال السياسات والتشريعات المراعية لتكافؤ الفرص بين الجنسين واحتياجات المرأة وتضمين الخطة الوطنية لتقدم المرأة البحرينية في برامج العمل الحكومي. تهيئة البنية التحتية من آليات وأدوات عملية لمتابعة تطبيقات تكافؤ الفرص، إعداد وتفعيل الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة لقياس عدالة الإنفاق وغلق الفجوات، وبناء إدارة المعرفة لضمان سلاسة التنفيذ والمتابعة والرقابة والتقييم. وسيعمل هذا النظام المتكامل على قياس تقدم المرأة في الاقتصاد الوطني على المستوى المؤسسي والخدمي، ومن أهم منهجياته وآلياته التقييم الذاتي من قبل المؤسسات لقياس أدائها في تطبيق السياسات وبرامج التوازن بين الجنسين، ويعرض بكل شفافية في تقرير وطني تتبناه حكومة مملكة البحرين.
وإنشاء مرصد شامل لمؤشرات وبيانات التوازن بين الجنسين، يعمل على رصد وتحليل موقع المرأة وقياس معدلات تنافسيتها محلياً ودولياً، ووضع القرارات المستقبلية المتوقعة لتطوير سياسات تقدم المرأة. ونأمل عبر تفعيل هذا النظام أن تكون مملكة البحرين من بين الدول التي تمكنت من تضمين احتياجات المرأة في المسار التنموي العام، وأن تتحول مسألة متابعة تقدم المرأة إلى مسؤولية مشتركة وقائمة على نظام مؤسسي يرتبط أدائه بمؤشرات ترصد الفجوات وحلول تعمل على سد الخلل. وسنحرص من خلال تشاورنا وتواصلنا المستمر مع المنظمات الأممية والآليات المماثلة في الدول الصديقة أن نروج لمخرجات هذه التجربة بعد تفعيلها بوقت كافٍ، على قرار تجربتنا في تطوير جائزة وطنية تهدف إلى تشجيع مؤسسات العمل على تقدم المرأة واستدامة عطائها. ويسعدنا أن نجد الصدى الطيب لهذه التجربة التي تبنتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة مشكورة، حيث عملنا معاً بشكل وثيق وبمشاركة قيمة لأعضاء لجنة تحكيم الجائزة على تحديد معاييرها بدقة وموضوعية، وبما يتيح للمشاركين فيها فرصة الترويج والتعريف بما يقومون به من جهود لتقدم المرأة، ويعزز من دورها في النهوض بمجتمعها، ولنتمكن بدورنا من الاحتفاء بتلك المبادرات المتميزة. وفي الختام أشكركم على حسن استماعكم وحرصكم على مشاركتنا أعمال هذا المؤتمر، مع تمنياتنا لمداولاته كل التوفيق لوضع حلول مبتكرة وفاعلة للمضي قدماً بجهودنا المشتركة من أجل مشاركة أرحب للمرأة، وبما يتسق مع مكانتها الرفيعة ودورها المؤثر في تحقيق الاستقرار والرخاء في دول العالم أجمع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكانت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة سعادة الأستاذة هالة الأنصاري قد أكدت في كلمة ترحيبية لها خلال افتتاح المؤتمر على أهميته من حيث موضوعه وتوقيته بالنسبة لمملكة البحرين، لارتباط ذلك بمناسبتين وطنيتين هما انعقاد الانتخابات النيابية والبلدية ومناسبة يوم المرأة البحرينية التي تحتفي هذا العام بمساهمات المرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي. من جانبها قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سعادة الدكتورة فومزيلي ملامبو نوكوكا في كلمة مسجلة للمؤتمر: نحن في عصر تترفع فيه نسبة الخريجات الجامعيات من الفتيات، ومملكة البحرين في مقدمة الدول التي تتفوق فيها نسبة الخريجات الجامعيات من الفتيات، مؤكدة الحاجة إلى وجود آليات للتأكد من أن الرجال والنساء موجودون دائما في جميع هياكل لصنع القرار، معربة عن ثقتها بأن هذا المؤتمر سيخرج بأفكار وتوصيات حول كيفية معالجة قضايا قيادة النساء للتطوير في كل مكان في العالم. شهدت أعمال افتتاح المؤتمر جلسة تفاعلية مع رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة السيدة هيلين كلارك، تحدثت خلالها عن التحديات التي واجهتها لدخول برلمان بلادها وبقائها عضوة فيه لمدة 27 عاما، أصبحت بعدها زعيمة للمعارضة ثم رئيسة للوزراء، كما تحدثت عن تجربتها للترشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة. قالت كلارك إنها تزور البحرين للمرة الخامسة وترصد عن كثب التقدم السريع الذي تحرزه النساء البحرينيات في مختلف المجالات. أعربت عن إيمانها بأنه كي تتولى المرأة أي عمل أو منصب يجب أن تكون أفضل شخص للقيام بذلك وليس لأنها امرأة. من جانبها أكدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني
الاتحاد في دولة الإمارات العربية المتحدة أن انعقاد هذا المؤتمر إنما هو تأكيد للجهود الحثيثة لجلالة الملك المفدى في تمكين المرأة البحرينية وتبوأ مملكة البحرين مراكز الريادة العالمية في التوازن بين الجنسين واحترام المرأة وتنمية قدراتها ورفع مكانتها في التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالمملكة. كما عربت القبيسي عن خالص الشكر والتقدير والامتنان للمجلس الأعلى للمرأة وعلى رأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة ملك مملكة البحرين لما حققته سموها من إنجازات عالمية تفخر بها المرأة البحرينية والعربية. بدوره أكد رئيس البرلمان العربي وعضو مجلس الشورى السعودي الدكتور مشعل سليمي أن فوز مملكة البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان يؤكد مرة أخرى احترام المجتمع الدولي لما تشهده البحرين من تطور في مجال حقوق الإنسان وفي القلب منها حقوق المرأة، مؤكدا دعم البرلمان العربي لكل المبادرات التي تطلقها مملكة البحرين بهذا الخصوص. رغم الجهود التي تبذل من أجل تعزيز دور المشاركة السياسية للمرأة إلا أن الطموح يبقى في تزايد مضطرد من أجل تطوير هذه المشاركة في مجال العمل السياسي، لذا جاء هذا المؤتمر الدولي اليوم لتتكاتف فيه الجهود وليكون عصارة لأفكار من شأنها أن ترتقي بهذه الطموحات لتكون واقعا ملموسا. ونجد في إقامة هذا المؤتمر من حيث موضوعه وتوقيته أهمية كبرى بالنسبة للبحرين لارتباطه بمناسبتين وطنيتين، الأولى الاستعدادات القائمة للانتخابات النيابية والبلدية، والثانية مناسبة يوم المرأة البحرينية التي تحتفي هذا العام تحديداً بمساهمات المرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي. صاحبة السمو الملكي، الحضور الكريم، لقد أجمع المشاركون في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين قبل 23 عاماً على ضرورة تسريع الجهود تجاه مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وتولي المناصب السياسية من حيث التزام الدول بالسياسات التي تضمن إدماج احتياجات المرأة في التنمية وأن يكون لمؤسسات المجتمع المدني دوراً مؤثراً في دعم السياسات والمبادرات مع ضرورة إيجاد البيئة الثقافية والاجتماعية المساندة لتطوير واقع مشاركة المرأة وبشكل قائم على عدالة إتاحة الفرص. المؤتمر وضع أمامه أهدافاً من أبرزها مناقشة التحديات التي لا تزال تقف أمام المرأة، يقابلها مناقشة سبل استدامة مشاركتها ودعم القيادات النسائية في السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية. هناك دول خطت خطوات كبيرة من بينها دولة مملكة البحرين، وما سمعناه اليوم من أرقام مهمة جدا. ظن يعني الآن الحديث عن تمكين المرأة، المرأة لها مؤهلات كبيرة، يكفي أن نزيل المعيقات التي تقف إزاء هذا التمكين وهي زائلة إن شاء الله. إنه مسؤولية المرأة مسؤولية مهمة، هذه أول شيء. وثاني شيء الجلسة حق اليوم ورن للعالم، مش بس البلد الإسلامي، ورن للعالم الآن بالوقت الآن اللي نعيش إن النساء العربية والمسلمة تشول مسؤولية وتكمل مسؤوليتها كويس. إن الدور الرئيس الذي يقع على عاتق المجتمع اليوم هو إنفاذ العدالة الاجتماعية والتركيز على مشاركة المرأة في صنع القرار لتكون هذه المشاركة سبيلاً للوصول إلى الطموح المرجو في مجال العمل السياسي. كما وحضرت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة العاهل المفدى حفظها الله جلسة العمل الأولى من أعمال المؤتمر تحت عنوان المرأة في مجال صنع القرار والتنافسية الوطنية، تجارب مختلفة حول العالم في مجال تمكين المرأة ورفع نسب مشاركتها في الحياة العامة والسياسية. أكد المتحدثون خلال الجلسة التي أدارتها سعادة السفيرة السيدة جيرالدين بيرن الممثلة الدائمة لإيرلندا والرئيسة الحالية للجنة وضع المرأة التابعة
التابعة للأمم المتحدة أكدوا أن مملكة البحرين ليست بحاجة إلى اتخاذ تدابير خاصة كوتا لضمان تمثيل النساء البحرينيات في المناصب العليا وهياكل صنع القرار، وذلك بسبب وجود الإرادة السياسية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وإيمان جلالته بضرورة دعم المرأة، إضافة إلى برامج وخطط ومبادرات دعم المرأة البحرينية من قبل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو قرينة العاهل المفدى. أشاد المتحدثون بتقدم مملكة البحرين في مجال دعم المرأة والإنجازات الكبيرة التي تحققها، مستعرضين تجارب بلدانهم وما حققته المرأة على الصعيد السياسي.